اللي تصور يزيد الصحراء ويجي الجديد على نهار السبت هو واخا تجيبوا الاربع ولا الخميس. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الحبيب. من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا ارض كريمة مضيافة وجمالها. اخيرا كان غفلة في التصوير. واخيرا اختي فاطمة العسكري جعدنا فرحان. كيف السك؟ علق السك مالو كون بيضاك. مرحبا اختي فاطمة مرحبا ببا العسكري. عندنا نهار كبير هذا والله العظيم، نهار كبير شرفتونا. احنا شحال هذه وحنا نقولوا ما نطلعوا عندهم ما طلعوا، ولكن هما داروا المبادرة وهما جاوا، فمرحبا بكم وقبلوا علينا والعقبة ندير لكم التساعد والحنين ان شاء الله. يا ربي مرحبا اختي فاطمة وعمي عسكري وعشني اسمي ذا محمد. عمي محمد احنا ولفنا ببا العسكري باي باي. وغزل الحداقه والتساويل كما عطى الناس البكون. كاين البقول ما عطوني ان شاء الله ليك لا تبارك الله عليك بخير كل شيء مزيان الحمد لله. السلام عليكم اعزائي، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد فيديو جديد. انجيجو خاصه غير شي سناك تصايب لنا المايونيز. شوفوا كي غيطلع هذا المايز. انجيجو طباخه تبارك الله ما شاء الله. يلا طحال طباخه هي الطباخه. ما يطلع من حاله. يا سلام ان شاء الله بدينا راه قريبه نوجد ان شاء الله. المايونيز وجد باين. المايونيز يا سلام عند اختي نجيه. شنو غنشاركوا معكم ماما كرهات قوز ديال السكوكو بالزهر. ومن عندي شويه الميه شويه ديال الطون خلاص، وحكيتها شويه ديال لانشو وشويه ديال المعدن وشويه ديال الجلبان حتى هو عملتها شويه ديال البزار شويه الفل شويه ديال السويته صافي مليحه طريحه تكون الله الصحه. صلي علينا صافي هذه الشلاضره مع بعض الغربه تبارك الله. وصافي اللي كناكلوها في هذا رمضان مع الحراره تبارك الله الله يبقى بنادم خفيف يبقى خفيف. كناكلوها هي اللي كناكلوها في الفطور حتى كيقول شوش عاد كنبقاو نقوي في وشوش. نجيه معلومه بالعصير سايب لنا العصير واحد العصير رائع الصراحه. ياك هذا هو العصير اللي سايب بالليمون ديال الاربع فصول طرونج. هذاك اللي يقولوا الاربع فصول طرونج هيدا صاحبي. والليمون طبيعة الحال كيكون في الفريغو ياك. كلشي في الفريغو. ما عمرك عيطي دابا عاد ندخل خبز ياك باش عقلت لي بزاف نعطيك شويه قلت لها ايه. المهم على الليمون ولا تشي والليمون هذا والسكر نتلج الماء والسكر صافي كيجي. يا سلام صراحه يا سلام ها هو قربنا نوصلوا للشكل النهائي ما شاء الله تبارك الله. شي رائع برافو ما صفوان. اول عشر كيجي كيحمق صراحه. حنا كلها نديرو كل عشيه بلاتنا به نجيجو. لا صاحبي اصحابي والله تاع عندي المراه هادقه ما شاء الله تبارك الله. لا يعطيك الصحه وخلاص. ايه شو صفوان بالجليليبه اصاحبي شنو هذا كون فطار اصاحبي ايه انا صفوان ما شاء الله تبارك الله.
الله يربي، ولكن هذه ثاني جنيه ماشي الجنيه الاولى. اييه البركه ما شاء الله تبارك الله. وصلت حتى البني حسن. حسن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عزاز وغالي كل شيء ديالكم ان شاء الله تبارك الله. مرحبا بكم. الف ولاد ديالنا عاوتاني هما بداو يوجدوا ما شاء الله تبارك الله. كاين اللي منور كاين اللي بدا يوجد ما شاء الله. أبا العسكري شرفتنا في المزرعة عطاك الله الصحة. غنجي جوع ثاني وبصحتك ضروري القفة اللي تصور يزيد الصحة والراحة اللي تصور يزيد الحوت. يوم السبت هذا الشيء كيصادف نهار السبت ما شاء الله تبارك الله. والكالهون ضروري ضروري ما شاء الله تبارك الله. فاطمه الكسميه شفنا عنها حتى نتوما ياه حتى نتوما السوق ما شاء الله. ويجي لذيذ على نهار السبت هو واخا تجيبوا الاربع ولا الخميس تجيبوا الاربع ولا الخميس ما يجيش لذيذ سبحان الله العظيم. يا سلام يا سلام. تكيسلي على المراه ديالي اي تكيسلي على المراه ديالي ما عطاتني ضربه زير زير عطيها عطيها. اشوف المرا ديالك هي هذاك الحلو اشوف المرا ديالك مسكين واقيله خايفه دابوا لي المرا يوم ما نعرف واخا دراكم قلا واخا دراكم سكتوا زير راسها واخا دراكم قلا سكتوا قلا ليسه اهلا الناس حداك. وهاي هاي 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 تبارك الله عليك وخلاص ما شاء الله تبارك الله. الشليضه ديالنا هي واجده درنا هادو عمرتوهم باش عمرتو هادو ما شاء الله تبارك الله. شلات خرفخ يعطيك الصحه. الجعبيط 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 ألذ ما كاين واروع ما كاين عند الجبله في هذا الموسم وخلاص. البرانيه والعصير المفضل ديالنا خاصة النجية النجية تقول لك ضروري ضروري من العصير ضروري تبارك الله رائع. شوية البغرير كيجي واعر والله العظيم اللي كيجي واعر حاولوا ديروه كيجي يا سلام. وعسولي كيبرد علينا في الحرارة يا سلام. حنا حتى في الصيف كنديروه غير رمضان ان شاء الله تبارك الله. يا سلام هذا البربعة وثاني الأنواع هذا اللي فقر فيه فقر الدم تعالج العشية يا سلام يا سلام. احنا راكم عارفين ناشفي يا سلام. الغزالة ديالي اخر قلية الحوت عندها اخر قلية اخر قلية ان شاء الله يا ربي يا ربي نتمنى يا ربي تكون اخر قلية في هذا الكانون وخا ما سخيناش يديه صراحة ولكن ما شاء الله تبارك الله. يا سلام كيف عندي اشكال نقلي لي شي عشطون خليه لي بنقيبي غدا فين بنقيبي؟ غادير السفنج بالحوت السفنج بالحوت الوليده هو اللي طلع له مزيان ولكن ما كاينه شيء. كاينه فوتوكوبي ديالها كاينه فوتوكوبي الله يبارك الله عليها الله الصحة الله يحفظك شكرا. ها هما الشرفة جالسين ها تبارك الله عليكم وخلاص. حسنا حسنا ما ياكلوا الحمد لله حسنا على المغرب الودن ما شاء الله تبارك الله. هالعسل ديال الليمون بزاف الناس كيسولوني علاش العسل ديال الليمون رخيصه لان هي واخا كتكون حره رخيصه علاش لان ما شاء الله تبارك الله هي ظاهره ان في المغرب كامل الليمون كله كيزهر بزاف بحال هكا انتم تبارك الله كله واخا ما كيعقدش كله ولكن كيزهر داكشي علاش النحل كيرعى عليه بزاف وكتكون العسل متوفره بواحد الكميه كبيره الور داكشي علاش كتكون رخيصه ما شاء الله تبارك الله. نوجدوا الخلطه الخلطه ديال الشاي الخلطه ديال الشاي شيبه كذلك الله تبارك الله. النعناع كذلك ومازال عاد كيعقد النعناع مازال ماشي الموسم ديالو. او مانتا مانتا الجميله حقاش رويتها تبارك الله. الخير الخير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خليه اخوي خليه اخويا سهيله خليه اخوي هو واش يبقى فيك بابا ولا خليه اخوي ثاني على الدكه ها
شوف قلب لي يا سيدي قلب وش قلب قلب وش قلب باب باب شوف الكاسكيه شنو بالرزه ايه يا ودي ودي بلادي يا ود هاكا فيه جميع انواع العشب ما شاء الله تبارك الله ولسي تبارك الله عليك ومرحبا بكم مرحبا ألف مرحبا وقبلوا علينا وشرفتونا والله يجازيكم بخير وسمحوا لنا بزاف الله يرحم والدي بارك الله فيكم بلا واو 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 على منظر شحال واعر يا سلام روعه ما شاء الله تبارك الله اول منتوج اللي نادر في المغرب هو العسل المر اللي كيتواجد عندنا حنا في الجبل ما شاء الله تبارك الله المنتوج الرائع والجميل اللي هو العسل المر كيكون راعي جميع انواع الاعشاب الطبيه والعطريه على مدار العام وكيختم واحد العشبه عندنا حنا غير في الجبل فقط باش كيجي العسل المر صالح 100% هو الدواء وشفاء الناس اللي عندهم مرض السكري بالشفاء العاجل مرحبا بكم كذلك الناس اللي كيسولوا راه حنا الاختصاص ديالنا هو زيت الزيتون الطبيعيه الاصليه ما شاء الله تبارك الله الحره ديال الحجره وديال الكونتين اللي بغيتو كاينه بالنسبه للمشتقات ديال زيت الزيتون او ديال الزيتون كاين الزيتون الاخضر المشرمل ما شاء الله تبارك الله مشرمل ومخلع بالزيت البلديه الرائعه والمتميزه وكذلك كاين الزيتون الاسود الكحل ما شاء الله تبارك الله الفطول رائع اللهم زيد وبارك بالشرموله البلديه ومخلع بالزيت على حكمه وطريقه ما شاء الله وعشاق الدجاج عشاق الطاجين كنصحكم بالزيتون المحمض الزيتون الحامض اللي مصيب بالماء ديال الحامض او المحمض ما شاء الله تبارك الله رائع رائع مذاق هائل كيدار فوق الدجاج فوق الطاجين بالعراسات فوق اللحم يا سلام ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك ومن طبيعه الحال الناس اللي كيسولوا على الخليع عشاق الخليع الخليع ديال الريجيم ما بقيناش كنديروا ديال الشحمه ولينا كنديروا غير ديال الريجيم طبيعه الحال كيف ما شفتوا في الفيديو ديالنا قبل طايب في الطناجر البلديين وديال الحيمه البلديه على حقها وطريقها ما شاء الله تبارك الله وسمينا عشاق الكسكسو ما شابه ذلك راه عندنا سمينا البلديه الحره كاين الحلوه وكاين السمن اللي حار اللي بغيتو نتوما كاين سمن ملح اييه ما شاء الله تبارك الله والمنتوجات ديال العيالات عائشه وغزلان هنا خلاص الخلطه ديال القولون العصبي وكاينه دي السمنه السريعه الخاصه بتقويه المناعه وفتح الشهيه عند الاطفال ما شاء الله تبارك الله رائعه نتيجه فعاله ومضمونه 100 وطبيعيه كل المكونات ديالها طبيعيه ومفيده بالنسبه للناس اللي كياخذوا كيلو ديال العسل الناس اللي كياخذوا كيلو ديال العسل كتمشي معاه قرعه ديال الحبوب اللقاح كادو هديه فمرحبا بكم بالنسبه للتوصيل راه كاين لجميع المدن المغربيه حتى لباب الدار فيما كنتو يوصلكم هذا الشيء حتى لباب الدار حتى كيوصلكم عاد كتخلصوا بالنسبه لاوروبا كاين فرنسا بلجيكا المانيا هولندا ايطاليا هاد المدن كاملين كاينين مرحبا الدول عفوا كاملين كاينين مرحبا يكفي انكم تتواصلوا معنا في هذا الواتساب وحتى الناس ديال الجاليه اللي كيبغيو يديروا لي كادو لي سيربريز كيفاجئوا عائلات ديالهم في المغرب يتواصلوا معايا عطوني يعني المعلومات ديال العائله ديالهم في المغرب وانا نصح لهم جميع المنتوجات اللي بغاو حتى لباب الدار دار سيربريز وتاكدوا باللي هاد المنتوجات طبيعيه حره يعني حنا كنتميزوا بالجوده الجوده ديالنا كتميز ان جميع المنتوجات ديالنا اغلبيها بيو طبيعيه حره جبليه اصيله ما شاء الله تبارك الله والدليل على الخير ديال الجبل هو هذا الماء ما شاء الله وهذا الماء بالصحه والراحه وبالصحه والعافيه سهيلة العزيز زيد عبد العزيز سهيلة ولا بنت